بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Agung Hayat, umur 21 tahun, tinggal di Pangkep, Sulawesi Selatan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم.